لا ندخل بعدين طبعا وراها مباشرة اللي هي عملية المشاجرات. المشاجرات اللي ما في داعي لها أصلا هي أساسا جريمة ومعاقب عليها يعاقب عليها القانون سواء بجنحة أو جناية، يعني بالكسور وغيره والإصابات البليغة، هي كلها ندخل في جنايات. وعلى شنو؟ على موضوع ما يعني ما يتصور الإنسان، يعني تصور ممكن إحنا أدخل معاك بهوشة أنا ليش قاعد طالعني؟ وغالبية الهوشات أنت ليش قاعد تخزني؟ يعني هل هذا يعني منطق انك انت والله لهالدرجه وصلنا انك انت والله خلي يطالعك؟ شنو المشكله يعني؟ وين المشكله اذا طالعك؟ ليش زعلان انت يعني؟ ما في اي مشكله، خلي يطالعك وطالع انت، بالعكس اضحك له ابتسم له. شنو الداعي لانك انت ليش تخزني وتعال اطقك واسحب عليك؟ ولا واحد طالع من بيته اساسا معاه يا رينج بوكس يا سكين يا درنفيس او غيره، أو انت رايح تتهاوش اصلا؟ انت مبيت النيه علشان تتهاوش اصلا؟ ولا ليش شايل هالادوات هذه وياك؟ ما انت محتاجها اصلا، على شنو انت ماخذها اصلا طالع من بيتك على هالامر هذا؟ يعني انت براسك شر من يوم انك طلعت من بيتك، انت براسك شر. طبعا عندك طبعا اللي هي عمليه انك انت تحمل هذه الادوات، هذه بروحها مجرمه قانونا. انك انت مجرد حملها بدون استخدامها هذه مجرمه قانونا. كيف انت ليش ماخذها اصلا؟ انت مبيت نيه، انت مبيت نيه لارتكاب جريمه ما، سواء سرقة سواء خوشة، ولا أنت شحق حاط النفيس بجيبك؟ شنو حكمة يعني؟ زين أكيد فيعاقب عليها القانون. ونتمنى إن شاء الله أن الجميع يعي خلينا نشوف أولياء الأمور. أولياء الأمور الحقيقة في غفلة شوي عن أبناء. متى يعرف ابنه؟ متى ما مسك، متى ما إحنا بلغنا أو ولده دق عليه قال ودوني المخفر. يطلع الأبو هني زعلان ليش جايبين ولدي؟ ثم ولدك مسوي الشغلة الفلانية بالمجمع الفلاني، بالشارع الفلاني، بالمخيم الفلاني، ما يدري عنه أصلاً إنه هو رايح سوق ولا رايح حتى مخيم ولا رايح، ما يدري. يتفاجئ إن إحنا قاعد نبلغه يجيك هني، زين أنت ما دريت عن ولدك إلا الحين لما إحنا تجيني أنت والله إنه والله ليش جايبينه؟ نجيبه ونحاسبه ونقدمه قانوناً، سواء حدث أو كان كبير أو أيًا كان. فاحنا وضعنا لسلامة الناس، احنا شغلنا سلامة الناس. فبالتالي نتمنى من أولياء الأمور أنهم شوية يعون لأبنائهم وشوفه تعال انت وين رايح؟ وين جاي؟ خليك على اتصال معاه، حاول تكلمه، نشوف مو منه طلع من البيت الحين الساعة خلينا نقول الساعة 3 العصر أو 4 العصر طلع من البيت ما يرجع للساعة 1 بالليل، أنت ما تدري وينه، ما تعرف هو في أي مجمع، ما تدري هو في أي مكان. أكيد راح تصير مشكلة لما الابن أو البنت ما تدري أن ولي أمرها ما سأل عليها. من الطبيعي أن تحصل هذه المشاكل وتحصل هذه المشاكل. فأسألوا عن عيالكم، شوفوهم لما تأخر لساعة ساعتين برا البيت، اسأل مجرد الاطمئنان، اسأل عن ولدك، شوفه شنو وضعه، وين في أي سوق، أي مكان، أي موقع هو، بس مجرد يعرف أن ولي أمره قاعد يتابعه.